بما أني طبيب أسنان فأحب أن يكون ستايلي ملائم لعملي. Fashion and art are the two most expressive industries in the world to me. لو في كلمة واحدة ممكن تعبر عن ستايلي إنه it's very eclectic, يعني مرة متغير. أمي خلتني إن أختار لبسي من عمري 5 سنين ومن بعدها خلاص يعني this is how I express everything. كان عندي بيبي فيس فصرت ألبس مثلاً سمارت كاجوال صار الناس يعني يأخذوني أكثر جدية. I love how fashion allows me to be bold, allows me to be classic. بس أحاول دائماً ألبس شيء يناسب المحل اللي أنا فيه. عجبني في ده الجوال إنه في أصغر شنطة ممكن يكفي. I think this is the most fashionable phone I've ever seen in my life. My big phones مرة عائق بحياتي. Gold is a statement. هذا شيء مرتب.